لو الحكاية فيها إن فيتو أنا أحمد جبريل حملة دعم الكلية صباحي، وإحنا بادئين من بداية التوكيلات من بداية مركزات التوكيلات من الساعة 9 صباحا. أعضاء الحملة موجودين، ومن بداية اليوم بدأت رفض الناس المؤيدين، برغم إن الحملة يمكن كلنا تعانى امبارح مساء، لكن الناس صرعت بالتعجل. الأمور ماشية بشكل طيب، هو شغالة بشكل كمبيوتر فده سريع حد ذاته، في تسهيلات، احتمالات المنافسة موجودة، ربما موجودة جوه وعلى الكاونترات وربما ورا الكاونترات، وده شكل اعتقد ان هيبقى بداية مش طيبة، ان لابد من وضع حد للتدخلات دي، لابد ان الشكل يبقى كبير وشفاف وما يبقاش في نوع اي نوع من التجاوز للطرفين. ملتزمين بيها ونتمنى ان المشهد يكون طيب، كلنا بنسعى لمصلحة الوطن ونتمنى من ربنا ان شاء الله المشهد يكون مميز وما يبقاش في نوع اي من التجاوزات. كل مسؤول يحاول قدر الامكان ان يوقف التجاوزات، احنا مش قادرين ان احنا نصعد ثلاث لحظه دي الاول، نتمنى ان ربنا يشكرنا على النتيجه الطيبه. حضرتك متوقع اقبال كبير على حمله دعم حمدين؟ احنا اول يوم انجزنا بشكل طيب، اللي بعد كده ان شاء الله امنين ان شاء الله نحقق. يعني ممكن نقول ان البدايه مبشره بالنسبه لحمله الدعم. تقريبا كم واحد؟ لا ما اقدرش اقول لحضرتك، ده